بجرب ألملم جروحي، عم بجرب ألملم طفولتي، عم بجرب ألملم ذكرياتي. وعدوني إنه كل إشي ببيتي ينحط بكونتينر ويتاخد، بس أنا اليوم إجيت، مبارح أنا كنت هون، لحقت أتفرج، عم بقولك إنه بيتي انهض على أغراضه، على طفولتي، على ذكرياتي. بس أنا عم بقولن من هون إنه أنا من هون مش طالعة. الفرق بيني وبينكو إنه أنا في عندي وطن، في عندي أنا وطني هون، أنا إنسانيتي بدمي. أنا بختلف عنكو كتير، أنتو فيش عنكو إنسانية. إحنا نزتينا من بيوتنا كيلومترات عشان ما نشوفش بيوتنا، بس أنا بقولن هديتوا البيوت، إحنا رح نرجع نبنيها. أنتو بتهدوا وإحنا بنبني. إحنا خيام، خيام قانون مع رخص. إحنا خيام حاطين هون، ولا أي قوة بالدنيا بتقدر تطلعني من هون، ولا أي قوة بالدنيا. وبدنا نكون قوايا، بدنا نكون قوايا. واللي بضلوا ساكت عن الحاشطان أخرس. أنتوا يا القيادة العربية، يا أعضاء الكنيسة العرب، اللي إحنا بنقتل حالنا لنصوت لكم، لنعمل المستحيل لأنتوا تكونوا إلنا بالتمثيل هناك وتصيحوا عننا. أنتوا ما عملتوا ليش اشي. امبارح لما انا كنت اصيح وبعيدة عن بيتي، انت ما اجيتش وقفت حدي وسندتني لو بكلمة، لو بكلمة. بديش منك مصاري، بديش منك تجيب لي فرشة، بدي منك تسندني معنويا، بدي منك توقف حدي تفرجيني انه انا ابن بلدك حدك. وينكو وينكو قيادات عربية من بلدية لكنيسة؟ اجوا، اللي اجوا مشكورين، اللي اجوا نقطة بحر من اللي موجود عنا، من التمثيل العربي اللي موجود عنا. وينن وينن كلن؟ هيك شايف انت قصر فينا، دمرنا، خسرنا كل اشي. اسا احنا منحارب على الارض، الارض مش لنا، صلنا فيها 7 سنين، 70 سنة صرنا فيها، بقدرش يصير يشتغل من الأرض. وين نمتوا بالليل؟ أنا نمت جوا بالسجن. اليوم أنت طلعت، شو رح تعملوا؟ في خيم هون أنا شايف. في خيمة، يا جبنا خيمة، إحنا مش طالعين من الأرض، إيش ما يصير يصير يعني. مش زي إجوا هدوا البيوت بسادر، هدوا البيوت صحتين، هدوا البيوت، إحنا خسرنا. بس إسا بقدرش يجوا كمان مرة يطلعونا من الأرض، إنه قاعد بالأرض إحنا. 70 سنة صرنا بالأرض. باقيين هون يعني. باين هون طبعا، باين هون، بدنا شغالين، كنا صرنا رايحين الساعة 9 الصبح، هدوا لنا كل شيء بلا انذار بلا شيء. كان معنا احنا ل 30/3، اجوا بامر زي المجانين. ولو تشوف البوليسيه اللي اجت، شيء بتصدقش، شيء بتخيلش، ولا مره بنتوقع هذا الشيء اللي كان. يعني تصرفات ولا حدا قبلوا يردوا على حدا، ولا شيء، ولا محامي ولا شيء. ومعن امر مش لهون، لمحل تاني، واجوا لهون. 20 نفر كان الليله هون، كله كان بالخيمه. نمتوا بالخيمه؟ نمتوا بالخيمه. ليله بارده كانت، ليله بارده، ليله ساقعه، يانا بالخيمه. للاسف عدو الكنيسة ولا حدا اجا، وبنتامل تشريف من الايام المقبله، ولا واحد قبل يطل علينا، بس بنتامل من اللي يجوا. هذا اللي بنتامله، على القليل يوقفوا يدعمونا شوي معنويات. اما مش قابلين، ولا حدا قبل يرد، مش عارف ليه. كله بيجي بده شو ده المراكب، ما هي كلها الاغراض بقلب تحت الركام، بدهم يطلعوا، بدهم يطلعوا اغراض. الاولاد ما راحوش على المدارس ولا شيء، مش عارفين شو بدنا نساوي. بكفي الاطفال اللي ما راحوش على المدارس، اذا تعمل هاي الاطفال، فيش كتب، فيش اواعي، فيش شيء لإلهم. كيف عم بتدبروا اموركم عمليا؟ اي انا من هذا من هذا، اخوي بيجيب شيء، اختي بتجيب شيء، كل واحد بيجيب شيء وعم بحطه. ساعتين رصواق صافن، ايش في، ايش صار كل هذا الهد؟ ما استوعبتش الاشي اللي صار. بعد حرقة، بدك تقولها حرقة، حرقة، وكيف ما بتقول يعني انخزلنا من العالم، من العالم السياسي كليات، الاعضاء، كل العالم اللي ايش بعد. نفس الاواعي من امبارح لليوم، انا نفسها طلع عليها، نفس الاواعي اللي طلعت فيها من البيت. انت شفتني امبارح اكيد بتعرف. بعدنا من دون حمام، يعني ايش الواحد من دون مي ولا كهرباء، ايش الواحد بدك يعمل؟ فايق ما نمتش، بدك يعني انام؟ كيف بدي انام؟ تغفالك عيني بهذا المنظر؟ مستحيل. كل ذكرياتك هون، يعني ذكريات حياة ابوي هون، ذكريات حياة ستي هون، حياة سيدي هون، كله هون. احنا ربينا شرشنا هون، الارض هاي النا اكثر من هيك.